مدوار كان هو هو كلش في نبغوا ولا نكرهوا، مدوار هو هو كلش في في شلف صدير. من بعد هو كي راه ديبيتي وكاع كشو ما تفرغش ما 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 بداش هو بذل مجهوداته كاع بصح بلا بيه حنا والفنا بلا بيه صدير. هو هو المتر دو بور. ازمه كانت اداريه بين بن طيب ومدوار، الرئاسه كما يقول لك كانوا متنازلين عليها، الفريق قاعد يهبط في الهاويه وان شاء الله كما يقول لك ان شاء الله راي تتحسن ان شاء الله. وما العام اللي فات كنا في البطوله ملاح، كنا في كوب دارجيري في الدومي فيلا كيما حنا للسي ار بي، قربات حنا لبسنا في الطياره من السي ار بي رحنا لسانشاين ربحنا في سانشاين، من سانشاين الخروب لعبونا 10 مقابلات في 20 جور. الفريق على فريق ملاح، لا بريف السنه كاع راهم يتبليساو من لاصال العام اللي فات. حنا قبل العام اللي فات ولينا حنا لا فينال تاع كوب دارجيري. اسباب اداريه، الشيء اللي كان صاري مع مدوار مع بن طيب وتسوت الوضعيه، ومن بينها فهم تغييرات تاع اللاعبين اللي راحوا، والسبب الثاني ما سواش فان درام جماعه يجري في درام ما كاش. هذا العام المشاكل تاع بن طيب هذا اللي ما نسمعوش به كاع حنايا. مدوار نشكروا احنا الرئيس مدوار 16 سنه خدمه كبر الفريق، يجي هذا بن طيب الاسلام كومبليمون ما تسمعش به، يجي بايدي الفريق يبغي يبيع الشونتبول يبيع الشكل بغى يديروا لافوار. حنا شنو غادي نديروا غير لافوار راه غير مواعين، عندنا غير فريق واحد، عندنا فريق واحد في الولايه، ما عندنا والو، ما عندناش وين نروحوا. هذه مرحله يفوت فيها اي فريق سواء في اوروبا ولا في افريقيا ولا في المغرب العربي. راهي برشلونه راه فريق معروف على الصعيد على الصعيد العالمي، فات بمرحله فراغ اللي فتنا بها احنا، وحنا رانا جمعيه سلف معروفين قلت لكم سابقا على الساحه الوطنيه والساحه الافريقيه حتى الساحه الاوروبيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بالتلفزيون النهار في شلف وجميع الانصار تاع ليسو المحبين وللفريق، ونحن بالمشاكل تاعنا وبينهم تاعنا ان شاء الله دائما نحن. شنو هي المشاكل؟ مشاكل عديده منها الازمه الماليه اللي راهي محطه بالفريق، وحنا في السراء وفي الضراء. مشاكل هل انا نقول الابطال المشاكل الاداريه اللي صارت في بن طيب هذاك بن طيب وكاع، وهنا عندنا الثقه كامله، احنا عندنا الثقه كامله في مدوار، احنا ماناش كونتر مدوار، بس مدوار هو اللي لحق لايسو وين راهي. دير بالك بلي رانا مع ثمانيه الاولى في افريقيا، مدوار هو اللي وصلها وين راهي. نرحبوا بالنهار هنا عندنا في شلف، كل عام والنهار بخير. عندنا التشكيله تاع شلف كانت مليحه وضرو قصاي والو خلاص، من عندنا من الدراهم المال إدارة ما قامتش بالدورة تاعها في الاستخدامات، ما كانتش استخدامات نوعية، ورحيل المدربين، تعدد المدربين على الفريق أثر شوية نوع ما على الاستقرار تاع التشكيلة. ما شفناش حتى ريكروتمون، شفنا نساخ ما دار والو، ماركا هدف كونتر مولودية طهران، وشفنا إينيغا ما دار حتى حاجه على العام بليسور، حاجه واحده اخرى ما كانش. اضافه لحاجه واحده اخرى، دائما المشاكل الماليه، وين راهم الدراهم؟ وين راهم يروحوا؟ ما على بالناش. الدراهم تاع التحويل السوداني مازال ما شفناهمش، الدراهم تاع المشاركه في لاكوب دافريك لحد الان مازال ما سمعناش عليهم لا في الصحف ولا في حاجه واحده اخرى. إيه انا نشوف لي جوار، بعض لي جوار راحوا من الفريق بصح ما جاش جديد. السبب هو الوعود الكاذبه تاع المسؤولين. المسؤولين تاع اولمبي شلف، من بيناتهم مدور بكل صراحه، مدور في الديف وبن طيب في الاول تاع السنه ظهروا في التلفزيونات خاصه في النهار، كان يقول باللي غادي ندير لكم مفاجاه كبيره ولاعبين كبار، ما شفنا لاعبين كبار، ما شفنا مستوى في التيران. لا غالب عندنا مشاكل اداريه، شفت المشكل البريزيدون الاول اللي جا، والمشاكل هذه هي اللي خلات الفريق يمر في المرحله هذه. عندنا لاكوب دافريك هي الاولى، زيد عندنا كانوا لي بريزيدون دخل هذا واسي هذا، من بعد صرات مشاكل اللي صراو لجوار كاين اللي ما خلصوش كاين منا وما عندناش. ولا باش لف عنا مشاكل اداريه الاداره كانت في بدايه الموسم مشاكل ما بين رئيسين، رئيس مدوار شوف كانت متكراسي دائما لي بريميو كاكنيا. السبب الرئيسي هو اللي كاكنيا هو تاع البرلمان عبد الكريم مدوار، كي ترشحوا نروحوا على البرلمان وكاكنيا
دونك المدير اللي جوا ما ديش يديروا ثقه في البريزيدون. واحد اخر جا بريزيدون واحد اخر تاع لوسي ابراهيم الاونيه ما كانش كاع ثقه فيه. مانيش عارف انايا ما داش اللي جوا يلعبوا ما داش يخلصوهم وكاع كنيا. اللي كان خاصها هي لا جيستيون تاع هذا العام ما كانتش على اوتر باسكو ليكيب كبرت لي زومبيسيون تاعها كبروا و الاداره ما كانتش بيان اورغانيزي سنا ما كونسونطراتش مع ليكيب كما كان الحال. وان بليس لا ليغ دي شامبيون ما كانتش حاجه بوزيتيف لينا كانت حاجه نيجاتيف. اللعابه ناقصين شويه بريزيدون ما قضاش لا غالب مشاكل تاع دراهم اداره حبسه وحنا لايسو اي انك يكون لعابه في نهارهم اي انك نربحوا لنا حنا الحراش بريمير ميطون صافا دوزيام ميطون بثلاثه فهم كيف حنا اللعابه يتهلاو في اللعابه لي سيبورتير كاين وقت ما ظهروا لي سيبورتير يلعبوا الصباح يجوا لي سيبورتير. دروك هي صح دخلت في مشاكل شخصيه و بليز دروك خصنا على الكريتمون ما كاش و ان شاء الله العام الجاي نلعبوا بلاد والبلاد البلاد كما قال لك و ان شاء الله ما نطيحوش. ليكيب هذه اللي تلعب طايحه هي اللي دات شامبيونه هكا قعدوا غير هما شان قص نقص غير سوداني ولا نقص مانيش عارف الناس راهي تحاول تلعب على جلد راهم. اولا ما كانش اللعابه كاين اللي كانوا تاع العام اللي فات راحوا ما كانش مدرب في البدايه وهذا هذا الشيء اللي خلنا السنة ما درناش النتائج لاباس بها. نداري يكون عندنا مدرب وتكونوا اللعابه ريكريتمون مليح نديروا النتائج بس ما كانوش. احنا ما عندناش برك هنا في التدعيم ما يدعموناش. عندنا ايكيب واحده في البلاد بصح ما كاش عندنا كاع لي زوتوريتي هنا بصح ما يعاونوش ليكيب. عندنا بريزيدون واحد يضرب وحده ما كاش اللي يدير يتعاونوا. نرحبوا فيكم هنا في ملعب محمد المزرق بشلف وتحيتنا خاصه لكم على المجهودات اللي تقوموا بها. على كل حال احنا السنة ماناش في العام تاعنا ماناش في عامنا ماناش ملاح وكاين واحد بعض المشاكل اثروا الفريق من بينها مشاكل اداريه لعبة ما عندهمش دراهم ماهوش خاصين راهم يقولوا هكا